نحن نحب آل البيت ولكن حبا شرعيا بما يليق بهم، لا نرفعهم فوق منزلتهم كما يصنعون، يرفعونهم إلى منزلة الإله ويدعونهم من دون الله عز وجل ويتوسلون بهم ويستشفعون بهم. نحن نقدر هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا فيهم، ولأنهم من جملة الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا يرفع هؤلاء فوق منزلتهم.